إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي التلاميذ المستوى الرابع، اليوم لدينا حصة جديدة في الصرف والتحويل. إذا ستأخذون الصفحة 154، سندرس الفعل الصحيح تعريفه وأنواعه. إذا عندما تسمعون الفعل الصحيح فهو عكس الفعل المعتل. الفعل المعتل والفعل الصحيح، بالنسبة للفعل المعتل فهو الذي يحتوي على هذه الحروف. أي فعل توجد في هذه الحروف الواو والألف والياء فهو يسمى فعل معتل، فعل معتل. أما درسنا اليوم فهو حول الفعل الصحيح. يعني الفعل الصحيح ينقسم إلى 3 أنواع، النوع الأول، النوع الثاني، والنوع الثالث. الفعل الصحيح السالم. ما معنى سالم؟ مثلا لدينا خرج، فتح، دخل، هذه الأفعال فهي سالمة من ماذا؟ لا توجد فيها أي همزة ولا أي شدة، غير مضاعف. إذا خرج، فتح، دخل، سرق، إلى آخره، كل هذه الأفعال تسمى أفعال صحيحة سالمة، لأنه سالم من الهمز ومن التضعيف. هذا النوع الأول. بالنسبة للنوع الثاني من الفعل الصحيح فهو يسمى المهموز. ما معنى المهموز؟ إذا المهموز المقصود به أن يكون في هذا الفعل همزة، والهمزة تلاحظون يمكن أن تكون في أول الكلمة مثل أخذ، ويمكن أن نجدها الهمزة في وسط الكلمة مثل سأل، ويمكن أن نجد الهمزة في آخر الكلمة مثل هيأ. إذا هذا يسمى فعل صحيح مهموز لأن فيه همزة. النوع الأول فعل صحيح سالم، يعني ليست فيه لا همزة ولا شدة ولا تضعيف، إذا هذا يسمى سالم. فعل مهموز الآن مفهوم، يعني أن به همزة في أول، في وسط، في آخر. الفعل المضاعف. المضاعف يعني أن هذا الفعل يحتوي إما على شدة، حركة التضعيف، لأن أصل هذا الفعل هو مد د، وفي اللغة العربية عندما يلتقي حرفان يعني متشابهان فإن هذه العملية يعني نقوم بإدغامهما في حرف واحد، مثلا مد تصبح مد، أصلها مد د لكن أصبحت مادة. إذن هذا الفعل فهو مضعف، يعني أن هذا الحرف ضعف مرتان. بالنسبة أيضا تلاحظون شقشق، فشقشق هذا الفعل أيضا فهو فعل مضعف. لماذا؟ لأنه يحتوي على تكرار لحرف الشين وتكرار لحرف القاف. إذا أتمنى أن تكونوا قد يعني فهمتم هذا الدرس. ما الذي بعد الأسئلة فليسأل. المطلوب منكم هو في أسئلة التطبيق، يعني في الكتاب، طلب منا هنا أن نصنف الأفعال التالية حسب نوعها في الجدول التالي. شرحنا ما معنى الفعل السالم، قلنا هو الذي يعني كان خاليا من الهمز والتضعيف، والمهموز ما كان أحد حروفه همزة، أما المضاعف هو ما كان حرفاه الثاني والثالث من جنس واحد. إذا الآن لدينا هذه الأفعال: ملأ، أخذ، كتب، قرأ، عد، فر، لعب. هذه الأفعال يجب أن نقوم بتصنيفها إلى سالم، مهموز، مضعف. بعد ذلك لدينا السؤال الآخر، يقول: آتي بأفعال مهموزة. الأول يكون فيها حرف همزة في الأول والوسط والآخر، ثم ركبها في الجملة. 3 أفعال تكون همزة في الأول، همزة في الوسط، همزة في الأخير، ثم تركبها في جملة. 3 كلمات فقط. السؤال الأخير يقول: حول هذه الجملة إلى المضارع. أخذت شتلة وغرستها. إذا المطلوب هو تحويلها إلى المضارع. ماذا سنقول؟ أخذت البارحة، أما الآن. يلا أعانكم الله، وسنحاول أن نشرح غدا إن شاء الله درس التراكيب. حاولوا أن يعني أن
تجتهد قليلا في هذه الأيام، وأن تطرحوا أي سؤال كيفما كان نوعه على رهن إشارتكم.